عملية إخلاء الطلاب المغاربة من مدينة دنيبر بيتروفسك بدأت هذه الأيام. دونك بعض الطلبة اللي تيغادروا مدينة دنيبر بيتروفسك نحو المغرب. أغلب الطلاب كانوا معنا المشرف على الطلاب أيمن هارندو. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو هي الأجواء؟ كيفاش أمور أجواء عودة الطلاب إلى المغرب؟ حاليا الأمور بقى مستقرة في أوكرانيا، ولقيتنا كنعيشوا على هاجس الحرب اللي يقدر يقع في أي لحظة. بالنسبة لنا الحمد لله يعني كاين خطوط العربية وخطوط الملكية المغربية اللي عطاو ديفو اليوم، ونحاولوا إن شاء الله نشوف يوم المغرب. وشكرا جزيلا. لكن الأوضاع تتبان مستقرة في المدينة دكتور؟ الأوضاع مازال مستقرة، ولكن في أي لحظة قدر بقى شي حاجة. شكرا على الرسالة تاعك. كما تلاحظوا المعيشة لحد الآن بقى عادية، ولكن الطلاب المغاربة فضلوا أنهم يرجعوا هم بعد الطلاب. الحمراء. من هذه الهناية؟